طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه مساء الخير يا اسامة، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الف سلامة على حضرتك اولا. الله يسلمك، ربنا يخليك. انا مبسوطة ان انا كلمتك، يعني فقدت الامل خلاص ان انا كنتش هطلع معاك. لا ليه خالص، الحمد لله ان انا وصلت. ربنا يخليك، انا اسف معلش والله، خطوط عندنا هو خط واحد وبقى زحمة. ربنا يخليك بجد، ميرسي. انت على حلقاتك كلها والله جميلة جدا، يعني احنا بنستفيد منك جدا بجد. ربنا يخليك. انا اسمي اسماء اسامة، عندي 22 سنة، كنت مخطوبة يعني وفركشت الموضوع كده، بس انا بكلمك لحاجة تانية، يعني عايزة اخد رأيك فيها. اتفضلي تحت امرك. كنت يا اسامة، انا عارفة اولا موضوع علاقات الفيك كلها اوريدي كده، كلها فيك مش بجد، يعني واحد في المليون ممكن مثلا يعني تصدف مثلا تكون العلاقة ناجحة وكده. بعدين يا أسامة، أنا عرفت ولد، يعني أنا رافضة مبدئيا إن أنا أرتبط أصلا، بعد ما سبت خطيبي وكده، يعني مش إن أنا مثلا بحبه أو كده، لا يعني عادي الموضوع، أنا سبته مش زعلانة ولا متضايقة ولا حاجة، بس حاسة إن كل الولاد مثلا يعني زي بعضها، يعني بعضهم في إيه؟ إن هما مثلا بيرتبطوا بالواحدة شوية ويتكلموا كلام جميل وكل حاجة، ووقت الجد مش دايما كلهم بيكونوا مثلا عنده وعدهم وكده. فتعرفت على شاب من على الفيس من قريب كده، واتكلمنا ومع بعض شوية وكده، شوية فيس وبعدين اتكلمنا فون. المهم ان انا اتشدت له، يعني ما نكرش كده، وهو عجبته، يعني شخصيتي عجبته شوية وكده، وكلامي وطريقتي، ومثلا ايه في وسط الكلام فبيسألني مثلا انتي نفسك لما ترتبطي بشخص شريك حياتك يكون عامل ازاي، فبقول له اهم حاجة يكون محترم، عارف ربنا كويس، بيصلي وكده يعني. فراح قال لي يا اسامة، المهم هو انا اللي عرفت من كلامه ان هو ما بيصليش، يعني كل فين وفين. بس بعدين قعدت اكلمه طبعا عن الصلاه وعن شرب السجاير وكده، فقال لي خلاص والله انا هبطل والتزم وهعمل كل حاجه تطلبيها مني. فانا ما بيني وما بين نفسي قعدت افكر، اللي هو طب هو ليه كل ما اطلب منه حاجه يقول لي حاضر حاضر، رغم ان انا كمان ما بتصلش اسامة بيه، هو اللي بيتصل عليا باستمرار ويسال عليا واكلمه بطريقه وحشه يكلمني. فقلت له طب انت ليه بتعمل كده؟ قال لي مش عارف، بس انا بصراحه انا حبيتك. بقول له ما تقوليش انك حبيتني، انا مش هصدق، ما فيش حب بالطريقه دي خالص. قال لي، قلت له اولا انت ما شفتنيش ولا تعرفني. فقال لي على فكره مش بالشكل خالص، انا حبيت روحك، طريقه كلامك، ده عجبني فيكي، ولو عايزاني اجي اقابل باباكي من دلوقتي عندي استعداد. طبعا انا رفضت ده طبعا خالص. فقلت له طب بص انا هقول لك على حاجه حلوه، اليوم الحد اللي فات يا اسامه طلبت منه ان احنا نقعد اسبوع كامل مع بعض، ما نتكلمش ولا فيس ولا فون ولا هتتصل ولا هتصل بيك خالص، وانت اقعد مع نفسك الفتره دي، شوف ان انت فعلا مشاعرك من ناحيتي مشاعر بجد، حاسس انك فعلا عايزني وفعلا ده بجد، ولا انت مجرد يعني احساس وخلاص. قال لي لا، طب ما اسبوع كتير قوي، طب ما هما يومين كفايه. قلت له لا، هما اسبوع حلو يعني كفايه جدا. قعدنا يا اسامه اسبوع، المفروض ان هو دلوقتي النهارده الحد، المفروض ان هو كان هيكلمني النهارده، لا ما اتصلش. هو من كلامه كمان دايما يقعد يقول لي انا عارف ان انت معجبه بيا، بس انت مش عايزه تقولي، انا عندي احساس انك هتيجي يوم من الايام. بصي، عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه، هقول لك بس صدقيني، الحب لحم ودم. اللي انت بتتكلمي فيه ده حب شاشه وزراير وماوس، ويعني يمكن لما اتطور شويه بقى 3G. ينفع يكون ده حب؟ طيب انا بحبك وموافق على كل حاجه وهبطل السجاير وهصلي، وانتي مش عارفاني ولا شفتيني ولا شفتي اخلاقي ولا طباعي ولا تصرفاتي، متاكده منين ان هو بطل السجاير وصلى؟ طيب انا بصلي وملتزم في صلاتي جدا، ما بفوتش فرض، هل ده معناه ان انا انسان كويس ومحترم؟ لا طبعا.
طيب يا ما انا مش بقى انا مش بعيب في اللي بيصلوا، ولكن في ناس كتيره جدا بيداروا الحاجات الوحشه ورا الصلاه. فاهماني؟ فيبقى مش ده المقياس. احنا طبعا عايزين واحد يتقي ربنا، وعايزين واحد بيصلي وعارف ربنا وكل حاجه، بس الحدوته دي ما بتجيش على الانترنت. الحدوته دي تيجي لما تقابلي انسان وتشوفيه. تعرفيه منين اذا كان انسان كويس ولا وحش؟ تعرفيه من معاملته ليكي فيس تو فيس، تعرفيه من معاملته للغير، للغريب قدامك، تعرفيه من معاملته لاصحابه، تعرفيه من مواقف كتيره جدا عدت عليه في حياته قدامك وشفتيه تعامل معاها ازاي وتصرف معاها ازاي. في التعاملات دي ممكن تعرفي اذا كان انسان بيتقي ربنا، اذا كان انسان رحيم، اذا كان انسان متسامح، اذا كان انسان نظيف، اذا كان انسان شراني، اذا كان انسان منتقم، اذا كان انسان كريه، اذا كان غلاوي، اذا كان حاسد، اذا كان حقود. كل ده بيبان قدامك. انها ما تقوليش ان انت تقدري تعرفي ولا حاجه من دول على الفيس. على فكره هو الفيسبوك عشان يبقى كامل كده، فاهماني؟ ما ينفعش الفيسبوك ناخد منه الكلام ده، وما ينفعش على التليفون نعرف الكلام ده. ده احنا لما بنكلم حد في بيزنس في شغل على التليفون واتكلمنا معاه مره اتنين تلاته اربعه خمسه وبنتكلم وبتحصل صفقات وبتحصل اتفاقيات، ما بيبانش الانسان اللي قدامك ده اذا كان محترم ولا لا الا لما بيلتزم بكلامه، وبيبان في التعاملات الفعليه مش في مكالمه التليفون. بص يا بنت الناس، الحب عن الانترنت انا رافضه 100%، لان حوادثه من اسوأ ما يمكن وممكن تدمر لك كل حياتك.